أقام ديوان الخدمة المدنية حفل تخريج الدفعة الجديدة من مراقبي شؤون التوظف، وذلك بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي المؤهل لشغل وظيفة مراقب شؤون التوظف. البرنامج الذي امتد على مدار 4 أشهر والذي قسم إلى تدريب نظري وعملي بلغ عدد المتدربين فيه 92 متدرب، وهو يعد من البرامج الإلزامية لشغل وظيفة مراقب شؤون التوظف. تعزيزا للدور الرقابي لمراقب شؤون التوظف، من مهمة التأكد من سلامة تطبيق القانون واللوائح بالشكل الصحيح، كرم ديوان الخدمة المدنية مجتازو البرنامج التدريبي المؤهل لشغل وظيفة مراقب شؤون التوظف. أنتم تنضمون لجهاز رقابي منوط به متابعة تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون التوظف للتأكد من سلامة تطبيقها في الجهات الحكومية الخاضعة لتلك الرقابة، ودراسة المشاكل التي تطرأ في التنفيذ، وأعداد التوصيات اللازمة لعلاجها، وغيرها من الاختصاصات الأخرى. البرنامج كان لمدة 4 أشهر مقسمة إلى قسمين نظري وعلمي، وبلغ عدد المتدربين 92 متدرب، وهو إلزامي لشغل وظيفة مراقب شؤون التوظف. ركزت هذه الدورة على أهم القوانين والقرارات المتعلقة بقانون الخدمة المدنية، وكذلك القرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية، وكانت الدورة حقيقة يعني جدا مفيدة للمتدربين، واستفدنا منها الكثير. يعني كيفية صدور القرارات، شنو القرارات اللي تصدر بالجهات الحكومية، شنو الشغلات اللي احنا يعني كمراقبين اللي تابعين لديوان الخدمة، شنو القرارات اللي احنا نقدر نراقب عليها، وشنو القرارات اللي على قولتهم تكون مخالفة او تكون صحيحة. ديوان الخدمة المدنية يتعاون مع الجهات الحكومية الخاضعة للرقابة من خلال تزويدهم بالآراء القانونية لتحسين تطبيق القانون ومحاربة الفساد الإداري، مما يحقق العدالة والمساواة. حسن بن غيام، تلفزيون دولة الكويت. إذن نتجه إلى خبر آخر، حيث نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مؤتمرا صحفي بمشاركة كل من لجنة السياسات والإعلام بالمجلس الأعلى للتخطيط وفريق الدعم الإعلامي للتنمية في وزارة الإعلام ووزارة الدولة لشؤون الشباب، وبالتعاون مع مشروع كفو التابع للديوان الأميري، وذلك لإطلاق المبادرة المشتركة لتعريف المجتمع وإشراك الأفراد برؤية كويت جديدة 2035. نتابع. مبادرة أطلقتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع الجهات المعنية لتعريف المجتمع وإشراك الأفراد برؤية الكويت التنموية 2035، والتي ستحمل في طياتها العديد من الرسائل المختلفة التي تتمركز على التجارة والمال والخدمات، بالإضافة إلى الرسالة الأخرى المتعلقة بأن أن التوجه العام في رؤية صاحب السمو هو ترسيخ مفهوم البعد الأمني الإقليمي والدولي فيما يتعلق في تحقيق رؤية الكويت الجديدة 2035. أيضا هناك رسائل متعلقة في عدة أمور، أحدها ماذا تريد الرؤية من المواطن، وماذا يتوقع المواطن من رؤية 2035؟ حان الوقت لإشراك المجتمع للتعرف أكثر على جزئيات الرؤية من خلال الدعم الإعلامي لخطة التنمية وزارة الإعلام، والتي كانت وما زالت تستكمل جهودها للترويج عن رؤية الكويت 2035. هناك العديد من الأمور أهمها تسويق تلك الخطة من خلال برامج وزارة الإعلام ومن خلال الفلاشات التي تعرض ما وصلت إلى خطة التنمية، وهناك إن شاء الله لقاءات قادمة وورش عمل تهدف إلى توضيح الخطة وأهدافها وبعدها. انطلاقة البرامج المختلفة في وزارة الإعلام من برامج إذاعية وتلفزيونية وأيضا سوشيال ميديا، عندنا مجموعة متميزة من البرامج اللي تدعم هذه الخطة، وعندنا مجموعة أيضا متميزة من برامج إذاعية وتلفزيونية، وجاري طبعا إنتاج عدد من الأفلام الوثائقية اللي تتابع عمل هذه المشاريع. لنعش الرؤية ولنتحد جميعا، مشروع كفو له دور أيضا في التعريف برؤية كويت جديدة من خلال إشراك الكفاءات من الشباب الطموح. الفكرة أن راح تشرك الشباب وأفراد المجتمع المختلفين
في رؤية الكويت. فأول شيء نبي نتعرف على الرؤية أكثر ونستقطب مبادرات اللي تخدم بهذا النطاق، وبنفس الوقت نحاول نفتح لهم فرص للتعاون لخدمة الرؤية. هذه اللقاءات تؤكد شفافية الحكومة لاستعراض كافة المراحل والحملات التي يتم تنفيذها لاطلاع المواطن على كل بنود خطط التنمية ورؤية كويت جديدة. مروه محرم، تلفزيون دولة الكويت. بالفعل نتطلع إلى كويت جديدة. مستمرون معكم في تقديم باقي فقراتنا المحلية. قامت الهيئة العامة للشباب ندوة تحت عنوان أثر المسؤولية الاجتماعية في تمكين الشباب أمس. هذه الندوة تأتي بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي بهدف تشجيع الشباب في العمل التطوعي والإنساني. نتابع. لتنمية وتوعية المجتمع المدني في العمل الإنساني التطوعي والاهتمام بالشباب الكويتي، أطلقت الهيئة العامة للشباب بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي جلسة حوارية تحت عنوان أثر المسؤولية الاجتماعية في تمكين الشباب. هذه الجلسة الحوارية تتيح الفرصة للقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب أنفسهم بوجود الجهاز الحكومي المتمثلة في الهيئة العامة للشباب، بأن نجد خطط نتلاقى فيها لتحقيق المسؤولية المجتمعية ولتحقيق تطلعات الشباب ورؤاهم لتمكينهم وأيضا لتحقيق الحماية والوقاية للشباب الكويتي. تطلعات وأفكار عديدة نوقشت في هذه الجلسة الحوارية يتم مناقشتها والبحث لتطبيقها على أرض الواقع. وتقوم جمعية الهلال الأحمر الكويتي بدعم الشباب من خلال تدريبات ودورات تدريبية تشمل عدة دورات من ضمنها القانون الدولي الإنساني والإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تقوم بدعم المشاريع الشبابية التي تهتم بالجانب الإنساني سواء داخل أو خارج الكويت، وطبعا بالاشتراك أكيد مع المؤسسات الحكومية والغير حكومية بهدف تنمية ووعي أو توعية المجتمع المدني في العمل الإنساني التطوعي. جهات حكومية في الدولة سباقة لدعم الشباب ومساعدتهم والأخذ بيدهم لتحقيق كل تطلعاتهم المستقبلية.